صح؟ يبقى بالضروره البرانش الثاني هيبقى ايه هو كمان؟ هو كمان هو نوت تيكن صح؟ لان لو دي 0 انا هخش احط دي 1 فالاف كونديشن ده بص ترند هي تبقى تتحقق. صح كده ولا غلط؟ تمام. فهو عشان لقوا في الابلكيشن ان هو كتير قوي البرانش اللي بتبدا على بعض فقالوا خلاص احنا ممكن نعمل حاجه نسميها كورليشن ما بين البرانشز. نتصرف فيها ازاي؟ السكيم بيبقى ازاي بالظبط؟ السكيم دلوقتي ان كل برانش فيهم هيبقى ليه اثنين 1 بيت بريدكتس. تمام كده؟ وهيبقى ليه حاجه اسمها كورليشن بيت. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا عندي 1 بيت بريدكتر تمام؟ في حاله ان البرانش الثاني كان تيكن. هنا نوت تيكن. وعندي 1 بيت بريدكتر ثاني في حاله البرانش الثاني كان تيكن. بمعنى ايه؟ يعني انا الاول هبص على الكورليشن بيت. الكورليشن بيت بتاعتي انا كان بي 1 مثلا تمام؟ هي اخر مره البي 2 كانت تيكن ولا نوت تيكن. تمام كده؟ فانا ببص على الكورليشن بيت بتاعتي ده معناه ان انا ببص البي 2 اخر مره كان ايه؟ كده بناء على كده هقرر هل هبص على الوجه الكريبتو ده ولا هبص على الوجه الكريبتو ده. تمام؟ فلو اخر مره برانش 2 كان نوت تيكن تمام؟ هحط الكونديشن بتاعتي البيت بتاعتي ان انا نوت تيكن. تمام كده؟ وبناء على كده لما اجي اشيك انا نفسي بقى في برانش 1 هبص على الكريبتو ده مش على الواحد بس. بالظبط يعني نفس يعني ده الكريبتو بتاع برانش 1 تمام؟ اثنين 1 بيت ده 1 بيت كريبتو في حاله برانش 2 كان تيكن هستخدم الكريبتو ده. اوكي؟ ولو في حاله ان برانش 2 كان تيكن هستخدم الكريبتو ده. ونفس الكلام على بيتو. الكورليشن لو الكورليشن لو بتاع بي 1 اخر مره بي 1 كان نوت تيكن لما اعدي على بيتو هستخدم الكريبتو ده. في كده؟ ولو كان اخر مره بي 1 تيكن هستخدم الكريبتو ده. فكره الكورليشن بيتو ده هي مع كده. شيء كتير جدا بالمناسبه للكورليشن. هو هنا لو كان اول اس نوت تيكن تمام؟ الثانية برضه هتبقى نوت تيكن. بالظبط صح؟ يبقى بالضروره يعني الكود نفسه مش هقول ككونتنت بيجاوب على كده صح؟ هو يقول لي اف دي ايكوال زيرو الكونديشن بتتحقق صح ولا غلط؟ فالبرنس ده نوت تيكن صح؟ وبالتالي انا نفسي هحط دي 1 صح؟ طالما حطيت دي 1 يبقى انا اوتوماتيك هبقى حققت الكونديشن ده صح؟ فلما يبقى نوت تيكن دايما ده معنى يبقى نوت تيكن. ودي الكيس اللي انا هستفيد بيها فعلا من الكورليشن. يعني ممكن اقدم فيديو على طول قبل اصلا ما نبتدي حل من اول كيس دي. يعني دلوقتي دي بالاوتوميت بين 1 وبعدين 2 وبعدين 1 وبعدين 2 صح ولا غلط؟ هو الكورليشن بيحصل انت لما تيجي تكون بكام في الاول؟ بزيرو صح؟ فهنا هلاقي ان احنا مش هنستفيد من الكورليشن ده وهنلاقي ان الكورليشن اكتس ضعيف جدا. لكن لما نيجي هنا هنلاقي ان الكورليشن اكتس اتحسن جدا. اوكي؟ يعني احنا هنبدا كام سطر كده وبعدين نبتدي ان شاء الله اللي هم البرانشنج بتاع الايف كونديشن ده الايف كونديشن اللي هو دلوقتي هنعمل كده عشان الاكشوال دايركشن. وطبعا الاكشوال دايركشن احنا مش محتاجين ان احنا ايه ان هو مش جيب الدين دلوقتي المره اللي فاتت كان جيب صح؟ كان دلوقتي هو مش جيب هو مديك الكود ده وانت على اساس ممكن تعرف كل مره كان تيكن ولا صح ولا غلط. يعني اول مره كان ديك 1 لما عديت على برانش 1 تيجي يبقى هروح
عليك. هبص عليا صح؟ لقيته ايه؟ نونتيك. الانيميشن صح؟ افتكروا ان ده اللي احنا استخدمناه صح؟ ده مهم. احنا استخدمنا ايه كولوم؟ اللي هو ده. تمام كده؟ هو انيميشن. دول كلهم انيميشن ستيتس. هو لازم يديهم في الاول طبعا صح؟ اوكي؟ فانا لو لقيت ان الكوريشن بتاعي بيكن صح؟ فرحت. بصيت على اي واحد في دول على البريدكتور بتاعتي صح؟ ولقيت ان انا المفروض ان انا اكتب نونتيك. فمعنى كده الله اعلم ليه نونتيك. اوكي؟ في مشكلة كده؟ معنى دلوقتي بعد الكورليشن دي بتيجي صح؟ فريق هنا بصيت على ده كام دلوقتي؟ ده نوت ده نوت في حالة ان الكورليشن اه يعني دلوقتي بقول في حالة ان الكورليشن بتتجه ده فريق نوت ايه؟ بالظبط تمام؟ يعني ممكن يكون فريق تاني عشان ما نغلطش حد. نعم؟ تمام كده يا جماعه؟ شفنا ازاي من عرف ان هو بيبقى ليه منطقي؟ اوكي الاكشن ده الاكشن كان ايه؟ هو دلوقتي مش مديهولي بس هو المفروض مش محتاج مديهولي صح؟ انا اوريدي عارف ان الديب كام؟ الديب 1 صح؟ فهل الكونديشن ده اتحقق؟ لا يبقى البرانش تيك ولا منطقي؟ منطقي ده معناه ان انا الكونديشن بتاعتي ناقص صح كده؟ اوكي احنا عرفنا منين؟ قبل كده في الاكشن ده الاكشن في نمبر 9 ان هو مديهولي صح؟ هو اللي بيعرف البرانش كل ماشي على فكره ولا لا؟ صح؟ دلوقتي انا بعرف لوحدي مش انا دلوقتي هو قال لي دي عباره هنا في 1 صح ولا غلط؟ هل دي 0؟ لا لا صح؟ الكونديشن مش متحقق يبقى تيكن صح؟ احنا قلنا لما الكونديشن ما بيبقاش متحقق ببقى تيكن ولو لما بيبقى متحقق ببقى نوت تيكن صح ولا غلط؟ والبريدكشن هنا ممكن دي حطيناها كده على اساس ايه؟ حطيناها على اساس ايه؟ طب هو مديني ايش ستيت طبعا لكل البيتس اللي انا بديلك على اساسها صح؟ انا بصيت دلوقتي على الكورليشن بتاع كل حاجه تمام بتاع بي 1 تمام لقيته ايه؟ ان دي صح؟ معنى تيك دي ان انا هاجي هنا ابص على البريدكتور بتاعي والكورليشن بتاعي اوكي؟ يعني هو دلوقتي بيقول لي لو الكورليشن بتاعي كان تيكن فابص هنا على البريدكتور ده لو الكورليشن بتاعي كان نوت تيكن فابص هنا اوكي؟ مش انت بتاع تسليم؟ اه اوكي هو يعني اللي هي دي يعني رسمتها في الحته دي شويه هو دلوقتي الكورليتور بتاع بي 1 تمام هو اللي مبني على اختبار بي 2 اوكي ماشي يعني انا في المطلقه بي 2 كانت هي الكورليشن بتاعتي اه بالظبط هي اخر مره بي 2 دي بتتحط في الكورليشن بتاع بي 1 تمام يعني عشان كده اتلخبط طب ما انا ممكن ابص على بي 2 والاقي تيكن وبعدين اروح للكورليشن تيكن الاقي نوت تيكن احط الكورليشن نوت تيكن بالظبط وده بالظبط اللي احنا عملناه دلوقتي اهو كده تمام يا جماعه تمام هنشوف دلوقتي ايه اللي هيتعدل مبدئيا اخر مره بي 1 بتحدد الكورليشن بتاع ايه؟ بتاع بي 2 صح؟ مش كده؟ فدلوقتي الكورليشن بتاع بي 1 هينزل عادي زي ما هو لكن الكورليشن بتاع بي 2 هيبقى ايه بقى؟ انا اخر مره بي 1 كانت ايه؟ كانت تيجي في الحته دي انت عارف ايه فيها شاشه؟ بعد كده نفتكر بقى كويس عندنا انهي استخدمنا انهي تريكر طبعا دول تريكر في بيتو دول مش حاجه هتغيرهم دلوقتي مش معاك هو اخر مره بي 1 بتحدد التريكر بالظبط تمام كده اوكي يعني الكورليشن بيت بتاع بي 1 هو اخر مره بي 2 الكورليشن بيت بتاع بي 2 هو اخر مره بي 1 طب دلوقتي انا هحل على بي 2 تمام يعني دلوقتي هنشوف البريدكت هنشتغل بقى على كل اه يعني الخطوه الجايه اخر بقى حاجه البي اللي بي 2 هتبقى هي البدايه بتاعت البي 1 صح؟ الكوريليشن ثانيه واحده اخر حاجه اه يعني قصدك المره الثالثه لما اعدي على بي 1 بقى بالظبط هشوف اخر مره هنا بي 2 حصل فيها ايه؟ وهي الكوريليشن بتاعتها بالظبط وده اللي احنا عملناه هنا بس هي هنا ما فرقتش صح؟ يعني
عندي مشكله في ايه بس هو ده بقى فيديو فيديو صح فين فين كده يعني دي هنا فيديو فيديو صح انا دي اخر واحده اخر واحده بناء على العلاقه بينه وبين بناء على الفيديو الواحد تمام يعني انا اخترت ان انا اعدي في دي على اساس ان انا حددتها على اساس صح يعني انا يعني خلينا نقولها بالظاهر اسمه بالتفصيل دلوقتي انا لقيت ان اخر مره الفيديو كانت ايه؟ كانت تيك صح؟ وانا كنت ايه في 1 كنت انا كمان صح؟ فانا اتخيل الريليشن كده صح؟ ان انا لما بي 2 يبقى تيكن انا موست لايكلي انا كمان ابقى تيكن صح كده غلط؟ فانا بعدل في الكوريشن دي بتاعي تخيل ان بي 2 كان تيكن هبقى انا كمان تيكن. وصل كده؟ لكن الحاله اللي هي لو الكوريشن دي كانت تيكن دي حاجه ما بتوصلش دلوقتي اصلا. طب المنطقي ان
دي كيس ما حصلتش. دي اللي هي البريدكشن بتاعها هيبقى ايه لو كان بي 1 نوت كي كي صح؟ اخر مره. بس ده ما حصلش، هو بي 1 اصلا ما كانتش نوت كي كي اخر مره صح؟ فانا اصلا ما استخدمتش البريدكتور ده عشان اقول ان هو الفاليو فيه صح ولا غلط. صح ولا غلط؟ لكن ده انا عملت يعني استخدمت البريدكشن وطلعت البريدكشن صح. صح ولا غلط؟ خلاص يعني ده اللي هعدل فيه. ولو كان طلع لي لو استخدمت البريدكتور ده وطلع لي البريدكشن غلط كنت هعدل. استعدل انت فاهم كده؟ طب هو ايه ده يبقى كده؟ ايه ده يبقى كده؟ لو الاكشن دايركشن هنا جنبين يعني ايه؟ العلاقه اللي ما بين دول بقت ايه دلوقتي؟ ان انا لو بي 1 اخر مره دي كانت تيكن فانا كمان مش هبقى تيكن. تمام كده؟ فساعتها هاجي على بي 2 كده واقول ايه؟ مش انا دلوقتي لقيت ان لما بين كورليشن دي تيكن اللي هي اخر مره بي 1 كانت تيكن انا كمان ببقى تيكن؟ صح ولا غلط؟ يبقى بعد كده لما اجي ابص على المره الثانيه لو جيت بصيت على بي 1 اخر مره ولقيت تيكن انا كمان ممكن تيكن. صح ولا غلط؟ يعني البريدكتور بشوفه على اساس الاكتوال حصل ايه؟ كده؟ يعني بشوف هعدل انهي واحد على اساس الكوريشن دي على اساس انهي لازم استخدمته لازم استخدمته هو اللي هعدل فيه تمام؟ وهعدله كام على اساس الاكشن ده؟ وصلت الناس كده؟ تمام كده؟ طيب ماشي يعني بص في الوراء وبعد كده بعد الاثنين دول ممكن ندل على اللي هي الزيرو 2 عشان نشوف الفرق. ايه بقى؟ دي كل ده ايه؟ هي في اسم دي 1 2 3 كانت ان ان اه عند الاكتوال هي اه دي صح؟ هي الاكشن في مشاكل كده يا جماعه؟ تمام؟ نروح كده تاني. دلوقتي انا بقول بي 1 صح؟ اول حاجه ابص عليها الكوريشن بتاعي بتاع بي 1 اللي هو اخر مره بي 2 صح ولا غلط؟ الكوريشن بتاعي ايه؟ نوت ايه؟ صح ولا غلط؟ فانا هروح البريدكتور بتاعي بي 1 استخدم الاهلي دول ده صح اللي هو حاجه من الفريش دي كان نوتين هو بيقول لي البريد ايه؟ بيقول لي البريد نوتين فانا هحط البريد نوتين ده مهم اوكي الاكشن دايركشن كان ايه؟ هل البريد ده اتحقق الكونديشن ده اتحقق ولا ما اتحققش؟ هو دلوقتي دي دلوقتي 2 هي مش بتسيبه بالظبط البريد تكن صح ولا غلط؟ وصلت الناس؟ في مشاكل كده؟ ماشي. طبعا واضح كده يعني
بنت دي وانت هتبقى غلط صح؟ نعمل ريجن اكتس هي دي تمام؟ نفترض بقى دلوقتي كان جاب ايكول ثانية هو كان ايه بقى؟ احنا هنسيب مشكلة كده يا جماعة. فدلوقتي انا بي 2 صح؟ هغير الكوريشن
دول؟ نمشي تاني في سياق الكورليشن اللي احنا عملناه قبل كده، احنا بنبص على ايه؟ على الكورليشن اللي احنا عملناه قبل صح؟ اللي هو منطقي صح؟ وبناء على كده رحت لقلب الدور، رحت للشمال صح ولا غلط؟ فالمفروض ده اللي اغيره، هو كده مش هتغير عشان الكورليشن منطقي، بس لازم نبقى فاهمين. لا هو مش عاملهم اول واحدة، لا مش عاملهم، ما غيرهاش اصلا. نعم اول واحدة ما غيرهاش اصلا، خلاها نونتيكن. لا ما خلاهاش نونتيكن، هو هنا ما غيرهاش، ما غيرهاش على الانيشال. الانيشال نونتيكن اللي هو نونتيكن، هو انا عاملها تيكن. اه هو هنا الانيشال نونتيكن. الانيشال نونتيكن اه الكورليشن دي حاجه تستاهل ان هو